ست السرطان. ست السرطان بقى هي بتهول المواضيع، فهي ما عندهاش وقت تحكي لحد على حد قوي من صحابها، لان هي زي ما احنا دراما كوين بالظبط. فهي بتقعد تعيد وتزيد في المواضيع اللي تخصها، اللي هي تخصها هي، تقعد تعيد وتزيد تعيد وتزيد تعيد وتزيد، تقول الموضوع بكل الزوايا بكل الطرق، فما عندهاش وقت ترجع لحد. هي بس تخلص يعني تشيل الفيشه عشان من الرغي اللي بتلغيه على نفسها، لانها بتهول اي موضوع صغير اي موضوع كبير بتحوله لانها بتهوله. اوكي، يا اما رومانسيه جدا وفي عالم اخر، هي عايشه يعني عايشه في عالم اخر، وهي طول الوقت بتحب الحب وبتفكر كل حاجه بقلبها عمليا وعاطفيا وكله بتفكر بقلبها.